وينضم معنا من اسطنبول للحديث عن دلالات أحكام الإعدام التي صادق عليها رئيس الجمهورية الحالي وتزامنت مع تفجير بغداد. ينضم إلينا يحيى الطائي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة. أهلا بك سيد حاتم. بداية دكتور، ما هي الغاية من أحكام الإعدام التي وقع عليها رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح بحسب اعتقادكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخي، هذا الموضوع له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى بأن رئيس الجمهورية هو يخضع إلى هذه الميليشيات وإلى ضغطها عليه، كما خضع سابقه فؤاد معصوم، لأن هذه الحالة تتكرر بعد كل عملية صراع سياسي تحدث تفجير، بعد التفجير هذا تضغط هذه الميليشيات والأحزاب الطائفية مع شديد الأسف إلى الدعوات إلى إعدام أو تنفيذ أحكام الإعدام، وهذا تكرر أكثر من 3 مرات في عهد فؤاد معصوم، والآن يتكرر في عهد برهم صالح. وهذا نتيجة طبيعية، لأن النظام السياسي الموجود في العراق هو أسير لهذه الميليشيات، من أسير لهذه الأحزاب الطائفية، من هي من جاءت بهم إلى السلطة. مع العلم أن الكل، يعني كل التقارير الدولية، سواء المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أو المجلس حقوق الإنسان أو يعني المنظمات الأخرى، تؤكد على أن القضاء العراقي مسيس، على أن المحاكم الموجودة لا تتوفر فيها أدنى معايير القضاء العادل، ثم أن الكل متفقون على أنه لا تسمح للمتهمين بالتوكيل، المحامين بالدفاع عن أنفسهم، أو والكل يعني يؤكد، وهذه من تقارير دولية أنا أشير إلى ذلك، أنه الاعترافات تنتزع نتيجة التعذيب الذي أحيانا يؤدي بحياة، وكثير منهم من توفى تحت التعذيب. فبالملخص النهائي يعني هذا، وهذا ما أكدته حتى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، يعني المفوضة لحقوق الإنسان ميشيل باشلت أكدت هذا في بيانها، بأن هذه كل المعايير لا تتوفر. فبالتالي لماذا عملية تنفيذ الإعدامات وهي لم تتوفر محاكمة عادلة وقضاء مسيس وفي ظل هذه الظروف، ومع ذلك يصادق رئيس الجمهورية على هذه؟ هذا يدل على أن رئيس الجمهورية هو المفصل الضعيف، وهو خاضع لابتزاز هذه الميليشيات، وإنها هي أقوى من النظام السياسي الموجود، وهي من تفرض على النظام السياسي الموجود ما تريده. دكتور يحيى، يعني السؤال الثاني عن القضاء، يعني لماذا قطعت السبل بالاستفادة من العفو العام الصادر؟ ولا ننسى تأكيد ما جئت على ذكره، التقارير الحقوقية التي تحدثت أن هناك اعترافات انتزعت بالإكراه من معتقلين في العراق. بالتأكيد أخي الكريم، التركيبة السياسية للنظام السياسي الموجود أفرغ قانون العفو العام من محتواه، بحيث هذا العفو على من؟ على فئة معينة هي التي استفادت من هذا، كثير من سراق المال العام، كثير من الفاسدين، كثير من المجرمين استفادوا من هذا العفو العام. أما الذين ظلموا ويعني وقعوا تحت طائلة 4 إرهاب كما يسمى بين هلالين، هؤلاء حرموا من هذه، برغم أنه كل يعني جلهم هم أبرياء، والكثير منهم تحت التعذيب أسندت لهم اعترافات هنا وهناك. فبالتالي هذا العفو يعني شكلا بلا مضمون، يعني تجد مثلا من الناس من يسرق المليارات من قوت الشعب العراقي، وهذا لا يحاكم ويشمله العفو، وإنسان يقتل وإلى آخره من الجرائم التي تفعل نتيجة الانتماه إلى الكتلة الفلانية أو الحزب الفلاني يحصل على هذا العفو، أما الآخرين فيحرمون من هذا. فبالتالي التركيبة السياسية لهذا النظام هو يريد أن يشيع المنهج الطائفي، لأنه أساس التركيبة، أساس الصراع يجب أن ينشا على هذا المحور. طيب باعتقادكم دكتور، يعني ما المسؤولية المترتبة على رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح حينما يوقع على الأحكام دون بيان أو تحقق من التفاصيل؟ بالتأكيد هو المسؤول الأول، وهو الشريك في هذه الجريمة. لماذا؟ لأنه وفق الدستور الذي هم وقعوا عليه، بأنه هو حامل الدستور، وخروقات الدستور يوميا تحصل. ثم إذا كان هو يريد يحقق العدالة، أين المغيبين والمعتقلين في السجون السرية والناس تطالب بهم سنين وإلى الآن لم يحصل أي إجابة حول هذه التساؤلات؟ لم يعفى، يعني لم تعطى هذه العوائل حقوقها
بالكشف عن مصير أبنائها، ومع هذا يقدم على أعمال أخرى استجابة للميليشيات ويترك باقي الشعب العراقي. نعم. هذا التمييز الذي يقع فيه رئيس الجمهورية يحاسب عليه قانونا وشرعا، لأنه هو بمصادقته على أحكام يعلم سلفا والكل يعلم بأنها في ظل قضاء مسيس غير عادل ووفق أحكام صدرت على اعترافات أخذت بالإكراه. نعم. وبالتعذيب. طيب ماذا عن موقف الأمم المتحدة؟ يعني إلى أي مدى ساهم موقف الأمم المتحدة بتشريع هذه الاعتمادات أو الإعدامات عفوا؟ الأمم المتحدة وكيف من المنظمات الدولية تدين وأصدرت بيانات في هذا الإطار، والمجلس الأوروبي أصدر بيانات والكثير منهم، لكن الحكومة العراقية الموجودة الآن مع شديد الأسف لأنها هي لا تملك السيادة الكاملة على القرار العراقي، وهي أسيرة لدول الجوار التي تنفذ أجنداتها على أرض العراق، فبالتالي هي ترتكب الجرائم والأمم المتحدة تعلم بأن هذه الجرائم هي ضد الإنسان وقد ترتقي إلى جرائم يعني إبادة بشرية، وهذا ما أكدته كثير من التقارير. ومع ذلك لا تزال الحكومة ولا تزال إنه هذه الأحكام تصدر ولا زال تنفذ هذه أحكام الإعدام. دكتور يحيى، في موضوع آخر وبالتوازي مع أحكام الإعدام، لماذا لم تتحرك الحكومة الحالية لإخراج تحقيق مهني ينصف ضحايا التفجيرات الأخيرة ويضع الجناة تحت طائلة المسؤولية؟ لأنها تعلم من هم الجناة الحقيقيين وتريد أن لا تظهر هؤلاء الجناة، بدليل ما حصل بعد التفجير مباشرة تم إخفاء كل الأدلة الجنائية حول ما حصل في هذا الحادث. الأصل أنه في كل دول العالم، وهذا متعارف عليه، عندما يحصل أي حادث حتى لو كان حادثا بسيطا المنطقة تغلق وتبدأ الأدلة الجنائية بالبحث والتقصي لمعرفة أسباب الحادث ودوافع الحادث وإلى آخره من الأدلة التي قد تجد على الأرض، ثم من هم يقالون أن هناك تفجيرا انتحاريا؟ طيب أين الآثار؟ أين ما يؤكد هذه المزاعم؟ قامت بمجرد حصول الحادث بتنظيف هذه المنطقة ومسح كل شيء يدل على ماذا حصل من الحادث، وبالتالي الأثر المترتب على هذه الحادثة مسح كل آثار الجريمة من ساحة عمليات الجريمة ومنعوا أن يكون هناك تحقيقا حقيقيا لهذا، فبالتالي الحكومة هي جزء من هذه المنظومة، جزء شريك في هذه المنظومة من أجل أن تستمر عملية آلة القتل، لأن العملية السياسية دوامها واستمرارها مرهون بدماء الشعب العراقي. سؤالي الأخير دكتور يحيى، إلى أين يمضي العراق لا سيما في ظل هذه القرارات الحكومية وصراع أحزاب العملية السياسية وفشل التحقيقات بعمليات قتل المتظاهرين؟ بالتأكيد يعني الحكومة هي سائرة في منهجها، في منهج قتل وتشريد الشعب العراقي، لأن هي تعيش على هذه الصراعات، لأنه إذا انتهت هذه الصراعات سيكون هي عملية حساب لهذه الطبقة السياسية الموجودة، فبالتالي هذه الطبقة السياسية محركها الأساسي للبقاء على السلطة وعلى رأس السلطة أن يبقى هناك تناحرا طائفيا، أن تبقى هناك يعني شد وجذب طائفي، ولذلك تجد أن الطبقة السياسية كلها تدفع بهذا الاتجاه بهدف التأجيج الطائفي، لأن هو هذا المسلك الذي تستطيع أن تعتاش عليه طيلة هذه الفترة. الدكتور يحيى الطائي، مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.